المكنة اهي يا جماعة، 5 فتلة. شفتوا الصوت وشفتوا القطع، السكينة بتاعتها، وشفتوا الغرزة اهي من قدام ومن ورا. تمام، وادي الترابيزة برضو بتاعتها اهي، مش مكسورة ولا اي حاجة، استخدام زي الفل. ومن تحت اهو برضو الدواسات، لحظة بس عشان الصورة ما اعرفش مبكسلة ليه، اهي الدواسات اهي، والترابيزة اهي، رجلها اهي زي الفل، والموتور اهو، هي كلها زي الفل على فكره، ما فيهاش اي تغيير قطع غيار خالص، ما فيهاش تغيير قطع غيار خالص اهو. نوعها، ودي الزراير بتاعتها. تمام، مش عارفه مش عارفه بتحتاجوا تشوفوا ايه تاني بصراحه، بس هي ده اخرها 3.5، اخرها نهائي 3.5. تمام، وفي كرسيين زي كده حديد برضو، ما برضو عرضهم للبيع.